كان في محاولات ذكاء مخ اكثر من قوه جسمانيه. يعني هي حسب تكنيك اللعب، لكن واحد يلعب تكنيك، انت عندك تكنيك وانا عندي تكنيك. في اكثر من لعيب يلعبوا، في من عندك لعيب جيسو، في لعيب جودو، في لعيب ريسلينج يلعبوا اللعبات. فانت حسب تكنيكك، انت شو كل شخص كيف تعامل معه. يعني كيف اذا تواجه احد اللاعبين اللي هو يلعب جودو مثلا، يعني عندك افضليه عليه ولا هو عنده افضليه عليك؟ لا، لاعب لاعب جيسو عنده افضليه على لاعب جودو. من اي ناحيه؟ من ناحيه اللعب تحت. زين، اللعب تحت عندك لاعب الريسلينج او لاعب المصارعه الحره تقريبا نفس الشيء في المستوى، بس حسب، يعني حسب ذكاء الشخص، حسب كل واحد يلعب ذكائه. زين، وفيه توازن، فيه قوة وفيه توازن، لازم تستخدم توازنك، لازم تستخدم ذكائك، لازم تستخدم يعني. ممتاز، وكيف تشوف حظوظك ان شاء الله في المباراة النهائية؟ والله ان شاء الله انا بقاتل وبسوي اللي علي، من بقى رب العالمين. ان شاء الله بالتوفيق. اي العالم ان شاء الله، اتمنى اني اخذ بطل العالم يعني. ان شاء الله نتمنى لك كل هذا عيد، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا اسامه، كان معي عيد ريحان، اعود لك في الاستوديو. شكرا لزميل رضا فطوم. عيد ريحان احد اللاعبين الاماراتيين الذين ظهروا بمستوى مميز من خلال هذه المنافسه، واستطاع التفوق على احد اللاعبين المميزين في رياضه الجودو، ولكنها استطاع الفوز واحراز او اخذ البطاقه للمباراه النهائيه. هنا مشاهدينا الكرام، هذه المواجهه بين اللاعبين البرازيليين، اللاعب روبنز ماكيل واللاعب رافائيل مينديز. مينديز باللبس باللون الازرق وماسيل باللون الابيض. كيف تجد هذه المواجهه محمد؟ الكل كان ينتظر هالمباراه بفارغ الصبر، لان بين هاللاعبين تاريخ، لعبوا ضد بعض في بطوله الاردن المفتوحه العام الماضي وفاز فيها اللي هو روبنز تشارلز الملقب بكوبرينيا. من هذا اللاعب اتوقع فوزه في المباراه. تتوقع فوز مارسيل من خلال او فوز روبنز تشارلز من خلال هذا اللقاء؟ وفاز من قبل، وهذه فرصه رافائيل مينديز انه يرد الاعتبار. رافائيل مينديز مشهور باللقلقص، بيحاول يكسر الساق. كانت مباراته في ابو ظبي في العام الماضي رائعه مع اخر، حاولوا من يكسر الساق وانتهت بالاخر بفوز رافائيل مينديز اللي يعني انا شفته عنده مرونه رائعه في 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 في, في ساقه، لم يستسلم. كانت في البطوله لعب رافائيل مينديز مع لاعب اخر، فحاولوا انهم يكسروا ساق بعض، فرافائيل مينديز سبحان الله هناك عنده مرونه رائعه في 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 قد في في اسفل قدمه، واستطاع انه بثواني انه يكسر لاعب الاخر. وانا صراحه اتمنى فوز رافائيل مينديز. يجب عليك ان تكون محايدا هنا عمار. اتمنى. تتمنى اذا محمد عمار يتمنى ان يفوز مينديز من خلال هذا اللقاء، ماذا تتمنى انت؟ انا اتمنى صراحه فوز كوبرينيا لانه انا احد المعجبين به. خلاص اذا النزال هو في ساحه النزال بين كوبرينيا الذي هو روبنز تشارلز ورافائيل مينديز، والنزال على طاوله تعليق بين عمار ومحمد، نرى من سينتصر من خلال هذه المنازله. هنا هذه الحركه ماذا يطلق عليها عمار؟ الحركه اللي يقوم فيها كوبرينيا انه يحاول انه يكسر ساق رافائيل مينديز، ورافائيل مينديز يحاول انه يخرج من التطويق الى الحصول على ثلاث نقاط. لاحظ شوف ان رافائيل كوبرينيا يحاول يقلب الحين رافائيل مينديز، غير رايه، يحاول ياخذ ظهره للحصول على ادفانتج. هي الجوجوتسو تعتمد على انك انت ما تفكر بحركه واحده، خطه، هناك جدول للحركه، تضع ثلاث اربع حركات، الحركه الاولى ما نجحت تنتقل الى الحركه الثانيه، او اموه الخصم بحركه ولا اوتي بها، اوتي بالحركه الثانيه، لان الخصم ما راح يكون يعرف الحركه اللي ادور فيها. رافائيل مينديز يعتبر من اصغر لاعبين العالم في الحصول على الحزام الاسود، عمره 19 سنه وحصل على الحزام الاسود، هذا شراع. كوبرينا حصل على نقطتين قبل قليل، داعي للحصول على هذه النقطتين محمد؟ والله مباراه تكتيكيه جدا، وطبعا مباريات رافائيل مينديز عاده دائما تنتهي بنفس الوضعيه اللي هي محاوله كسر الساق. حلو ان نشوف رافائيل مينديز يطبق هاي الطريقه على لاعب مثل كوبرينيا. ما نجحت في المره الاولى، يمكن تنجح المره الثانيه. وعمار كوبرينيا حصل على نقطتين لانه كان في الوضع السابق كان
كان في أسفل واستطاع أن يسوي له قلب سويب. عندما تكون أنت مع لاعب أنا أكون مثلا في الوضع كوبرينا كان في وضع الأسفل وماسك برجل رافائيل مندز وبعد ذلك استطاع كوبرينا أن يقلب رافائيل مندز بوضع العكس يصبح رافائيل مندز في الأسفل وكوبرينا في الأعلى. في هذه اللحظة الحكم يعطي نقطتين لتعتبر قلبة كاملة أو سويب بس بشرط أن تكون أنت في التطويق أو نصف التطويق للاعب الآخر. جميل. إذا 4 نقاط لمنديز و4 نقاط لكوبرينيا. أذكر كوبرينيا هو من يرتدي الزي الأبيض، منديز هو من يرتدي الزي الأزرق، والمنافسة تندرج للحزام الأسود تحت وزن 65 كيلو جرام. وهنا دقيقة ونصف باقية على هذا النزال، ماذا يحاول في هذه اللحظات أن يفعله كوبرينيا محمد؟ كوبرينا قاعد أنا جاوب عن أخي محمد. كوبرينا يحاول إن الآن يحاول يسيطر على الوضع اللي هو فيه لأنه هو شوف نفسه متفوق بأفضليتين على رافائيل مندز، بس رافائيل مندز يحاول إن الآن يقلب كوبرينا ويغير الوضع إنه هو يكون رافائيل مندز في الأعلى وكوبرينا في الأسفل للحصول على نقطتين وبذلك 6 نقاط سوف يكون رافائيل مندز. والآن نرى إن الوضع مجدود بين رافائيل مندز وكوبرينا. إذن نزال مميز ومواجهة رائعة تجمع مندز بكوبرينا، والنتيجة ما زالت التعادل 4 نقاط، لكن هناك أفضلية نقطتين لصالح كوبرينا على مندز. وشوف الحكم ان احنا بالجوجوتسو هناك حدود للبساط فلا يستطيع اللاعب ان يخرج ورا الحدود. الحكم شاف ان رافائيل مندز وكوبرينا خرجوا على البساط باللون الازرق فيعيدهم الى نصف الملعب بنفس الحركه. وفي مرات اذا كانت الحركه جدا معقده الحكم يوقف اللعبه ويقوم بسحب اللاعبين الى 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 نصف الملعب او الى الخط الاحمر ثم ذلك يعيد اللعبه. سحب اللاعبين بنفس الوضعيه التي كان عليها خارج ساحه النزال او خارج الخطوط الزرقاء. بالضبط، لان اذا كان الوضع جدا معقد ف يعني يخاف انه يظلم لاعب للاعب اخر انه اذا كان ماسكه فيعيدهم مره اخرى الى الوضع الازرق. الان شوف كوبرينا يحاول انه يمسك الوضع، رافائيل مندز شاف نفسه 30 ثانيه باقيه على اللعبه فيحاول انه يهجم باي طريقه. الان ينسى كسر، ناسي الكسر، هو يحاول بس يسوي له قلبه حتى يستطيع الحصول على نقطتين. الان اذا كوبرينا سقط على الارض ورافائيل مندز قام، الان نقطتين لكوبرينا وكوبرينا الان متفوق على مندز ب6 نقاط وباقي 11 ثانيه. مندز متفوق على كوبرينا وامنيته تحققت. رد اختار وايضا رد فرخو لان كوبرينا غلب اخوه الوصول للنهائي. اذا مندز يثار لاخيه ويثار لنفسه. هنا الحكم يشد اللاعبين باعتبار ان الوضعيه كانت جدا معقده خارج الساحه الزرقاء. ولاحظ ان الحكم لازم يوقف التايم الوقت، ما يستطيع ان حكام الطاوله انهم لازم يجب ان يوقف الوقت مع اشاره الحكم. تخيل لو كانت محمد هذه الوضعيه في وزن فوق ال 95 كيلو جرام الله يكون الحكم الى مساعده. تحصل مرات ان الحكم ما يستطيع يطلب مساعده من الحكام الساحه. و10 ثواني راح نشوفها للنهايه ورافائيل مندز متفوق على كوبرينا. شوف العين كوبرينا حلوه، نقطتين حصل عليها. لا راح تكون فقط محاوله للهجوم، اذا استطاع لن يعطي، فقط محاوله للهجوم وتفوق رافائيل مندز. كوبرينا كان بجزء فقط بلحظات بسيطه لو استطاع انه يمسك رافائيل مندز يثبته على الارض وهو يقف ورافائيل مندز على الارض سوف يحصل على نقطتين كاملتين باعتبار انها قلبه، ولكن كوبرينا ما قدر يحصل على 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 النقطتين فحاول هجوم فقط وانتهت المباراه بفوز رافائيل مندز 19 عاما على كوبرينا اللي هو يعتبر ثلاث مرات بطل العالم في 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 هذا الوزن. اذا مندز يتفوق في هذا النزال ويحصل على ميدالية ذهبية لبطولة العالم للحزام الأسود تحت وزن 65 كيلو جراما، بطل العالم. وأنا متأكد أنكما ترغبان في الوقوف بجانبه، لكن صاحب الحظ في ذلك هو زميلي رضا فطوم. رويس جراسي متواجد مع رضا فطوم خارج ساحة النزال. رويس جراسي مع رضا فطوم. رضا تفضل لك الكلمة، هناك
مداخلة أيضا من محمد الحسني بخصوص اللقاء الذي ستجريه بعد قليل مع رويس جراسي بطل العالم واحد المنحدرين من سلالة المؤسس الأول لهذه الرياضة. تفضل محمد. رضا بس لو تسأله شو رأيه في أن يشوف رياضة الجوجيتسو اللي أسسها أبوه وعمه في أرض الإمارات، يعني من البرازيل للإمارات، شو رأيه في هذا الشيء؟ رضا